عودنا إلى سؤال آخر سيد صالح الغريب. زيارة بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، هل جاءت هذه الزيارة بالرغم من يعني إرادة بايدن، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية أهملت منطقة الشرق الأوسط لسنوات؟ يعني اليوم هذه الزيارة جاءت باعتقادك للضرورة أم لتغير المعادلة السياسية في المنطقة؟ لا، هي لم تتغير. مثل ما ذكرت في كلامك أنه الولايات المتحدة الأمريكية سحبت يدها من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج، عندما يعني قامت بسحب الباتريوت من أو القطع العسكرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وترك الموضوع إلى ما كان يسمى الرباعي العربي، وأصبح يعني السعودية لوحدها تواجه ما تتعرض له، في اللي كانت تعتمد اصلا على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإن هذه الزيارة كان نوع من العلاقات العامة عندما يأتي الى هو الهدف حقيقة، يعني حتى نكون منصفين، الهدف هو ليس منطقة الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج، انما هي الاستهداف إسرائيل وتقوية إسرائيل في المنطقة، ودفع أيضا دول عربية إلى التطبيع بعدما كان سلفه السابق قام ب يعني جر دولتين خليجيتين هي الإمارات والبحرين إلى عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. أنا أعتقد يعني المملكة العربية السعودية تملك مبادرة بدأت في قمة بيروت عندما كان الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز طرحها، لو إسرائيل كانت تريد أن تحقق شيء ما في علاقاتها بين الوطن بين الدول العربية وإسرائيل والقبول بإسرائيل في المنطقة، لا قبلت ما طرحت المبادرة تلك العلاقة. وفي ذاك الفترة عندما طرحت، يعني أنت تعرف يعني يمكن إحنا في الخليج أو في الوطن العربي قضيتنا فلسطين هي الأساس، ويعني أي مساس بالقضية الفلسطينية كان يمس كل المواطن العربي. الآن أصبحنا نجد يعني مع الأسف بضائع إسرائيلية، لما كانت البضائع الإسرائيلية تدخل بشكل أو بآخر يحطون عليها الاستيكر هذا اللي مصنوع مثلا في بريطانيا ولا في أي دولة أوروبية، كنا نقيم الدنيا ولا نقعدها حقيقة في الإعلام. أنا واحد من الأشخاص الذين كانوا ينتقدون دخول مثلا بضائع لمنطقة الخليج، وأذكر أنه شاهدت واحدة من البضائع فأقمنا عليها يعني حملة إعلامية لمنع وصول أي بضائع من ولذلك بدأنا نعتمد على الباركود هذا اللي فيه الأرقام اللي تحدد المنشأ لهذه البضاعة أو من أين أتت هذه البضاعة. لكن الآن حقيقة نجد يعني حتى أصبح المواطن الإسرائيلي مواطن خليجي بسبب التجنيس الذي تم في بعض الدول، أو منحهم على الأقل الجنسية لهذه الدول للتحرك بشكل يعني أسرع من ما لو كان جوازه الإسرائيلي أو أي جواز آخر. كانوا هم يدخلون منطقة الخليج بجوازات إما أمريكية أو بريطانية أو غيرها من الدول التي كانت تمنحهم تلك الجوازات من أجل الدخول، سواء كان لشركات أو للقيام بتقديم برامج لهذه الدول، سواء كان فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض، سواء كان معارض الأمن السبراني أو القطاع العسكرية أو غيرها من اللي كانت تقام في منطقتنا، وكانت تأتي الشركات الإسرائيلية تحت هذه المظلة. الآن نجد الأمن الإسرائيلي مخترق. على سبيل المثال قبل قليل أعلنت أن هناك هاكر يعني دخل على وزارة الخارجية أو الداخلية، ويعني عفس كما نقول بلهجتنا الشعبية ملفاتهم وامورهم. يعني اذا الامن مخترق عندهم، خصوصا الامن السبراني، كيف نعتمد عليهم احنا في حمايتنا من الهجوم السبراني الذي تتعرض له دولنا بين الحين والاخر؟ نعم. عن طريق الشركات الاسرائيليه.